بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم في التوتوريال دوت عن الفورث بارت، وهو إزاي تعمل HTML فورم بتاعك، وإيه الفرق بين الأبلود والمالتي فايل أبلود، إزاي بتعمله من خلال ال HTML فورم عندنا. طيب إحنا هنروح عندنا في الاندكس.php. طبعا الطبيعي إن هو هيكون في كلام PHP هيتكتب هنا أهو. بعد كده خلينا نعمل ال HTML فورم بتاعنا. هنقول الويب سايت مثلا، هنفترض نقول مثلا سيكتيتر كده، البايب مالتيبل فايل ابلود. بعد كده خلينا نعمل الفورم بتاعنا، الاكشن بتاعه بيساوي، خليها تبقى دبل كوتيشن، بي اتش بي شورت تاج. بعد كده اتش تي ام ال انتيتيز، تغير سيرفر او جلوبال سيرفر، بي اتش بي سيلف، انت كوتس، بي تي اف 8. وبعد كده خلينا نقول ان الاكشن بتاعنا، الميثود بتاعتنا هتكون بوست. وبما اننا شغالين على فايل ابلود، فطبعا لازم الانك تايب هتساوي مالتي بارت فور داتا. خلينا نعمل بقى الفورم بتاعنا، انبوت تايب فايل، النيم بتاعه هيكون فايلز. وبعد كده خلينا نقول الانبوت تايب بتاعنا هيكون القيمه بتاعته سبميت، والفاليو بتاعته هتكون ابلود. وبعد كده خلينا مثلا نقول هنا، نقول هنا ابلود يور فايل. وخلينا نرجع هنا تاني ونبص. هتلاقي ان هو هنا بيقول لك upload your file. طبعا احنا الكود دوت اللي احنا شغالين بيه هنشتغل من غير اي سي اس اس. كل اللي احنا محتاجينه هنا دلوقتي ان هو هيقول لك upload your file. خلينا نرجع تاني. طيب لو انا دلوقتي عملت upload للفايل، خلينا نخش على example مثلا، حاولت ان انا اجيب كذا حاجة مع بعض، هتلاقي ان انا مش عارف اختار كذا حاجة، فبالتالي دوت ديت المشكلة اللي عندي. فعشان خاطر اخليها multiple، لازم ان انا اروح على الابلود فايل دوت، التايب فايل دوت، اخليها مالتيبل. بعد كده خليني ارجع هنا تاني واعمل ريفرش، هتلاقي ان هو هنا هتلاقي انها كانت فايلز. يعني خلينا نرجع تاني، هتلاقي ان هو بيقول لك نو فايل سيلكتد. بس لما دلوقتي رجعت وقمت خليتها مالتيبل، هتبص هنا هتلاقي انها بقت نو فايلز. دلوقتي بقى المفروض ان انا لو دخلت على اكزامبل، هتلاقي ان انا قادر ان انا اجيب كل الفايلز اللي انا عايزها. طبعا احنا زي ما قلنا في الكام دوت قبل كده ان الموضوع ده هيسبب لنا مشاكل في السكيورتي، ان الفايل لو طلع كذا فايل هتلاقي ان انا عندي فلو في الموقع، فبالتالي هيبقى عندي مشكله. فبالتالي لازم احجم اليوزر يستخدم كام فايل او يرفع كام فايل، ودوت ان شاء الله هنبتدي نشتغل فيه في الكلاس بتاع الابلود. ولهنا تكون انتهت الجزئيه بتاعت ال HTML فورم. لو انت عايز انت ممكن تشتغل CSS بحيث ان انت تجمل الموقع، بس انا الموقع دوت بشكل عام احنا هنشتغل فيه ال PHP بتاعه بس مش اكتر، او الويب سايت كديفلوبنج بس مش اكتر، مش هنشتغل فيه ديزاين خالص. ولهنا يكون انتهى التوتوريال دوت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.